السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمارك مطار القاهرة الدولي في مصر تضبط تهريب هواتف محمولة وكمية من المواد المخدرة. تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد سعد عبد المطلب مدير الإدارة من ضبط محاولتي تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من المواد المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975. وفي المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب قادمين من دبي على رحلة الخطوط الإماراتية، استوقف حافظ منشاوي حافظ مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر راكب مصر الجنسية أثناء محاولة الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء أو بضائع تستحق سداد رسوم أو ضرائب جمركية فأجاب بالنفي. وقام محمد الهادي أحمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف محمود أحمد عبد المطلب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب أسفل قاع الراكب، فتبين وجود 19 هاتف محمول ماركة إحدى الحقائب الخاصة بالراكب. وفي المحاولة الثانية أثناء إنهاء إجراءات التفتيش الركاب القادمين من الدوحة على رحلة الخطوط القطرية، استوقف عمر سالم مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وبسؤال عما إذا كان يحمل معه أي أشياء أو بضائع تستحق سداد رسوم أو ضرائب جمركية فأجاب بالنفي، وتم تمرير بعض حقائبه على جهاز فحص بالأشعة بمعرفة كل من محمد الدين أحمد مأمور الجمرك ومحمد موافي رئيس القسم تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب. وقام أحمد محمد فوزي مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الركاب، فتبين وجود أربعة المخدر وعبوة لسيجارة إلكترونية THC وعبوات بهم زيت الماريجوانا بها نفس المادة المخدرة. وقرر أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمارك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي ضد كل راكب رقم 52 و53 لسنة 2022 بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب الثاني للنيابة المختصة. يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غاتوري رئيس مصلحة الجمارك بتجديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.